أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقيقها وجلها سرها وعلانيتها ما علمنا منها وما لم نعلم، وأن يعلمنا دائما ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة الجزء المفروض نتكلم عنه مكمل الجزء المرة الماضية. كنا نتكلم المرة الماضية عن قوم عاد، وقلت وما يقال في قول عاد هو ما يقال في ثمود، من ناحية أن من دلالات النبوة ذكر عاد وثمود في القرآن الكريم من دلالات النبوة، وأن هذا القرآن من عند الله. لماذا؟ لأن قلت إن عاد وثمود أيضا لم تذكر في أي كتاب سابق، يعني إذا ادعوا أن النبي بيأخذ من الكتب السماوية، فقصة عاد وثمود لم تذكر في أي كتاب سماوي سابق، لا في التوراة ولا في الإنجيل، ولا ذكرت في كتب التاريخ. وأكثر ما قيل إن بعض البدو كانوا يتناقلون بعض الأخبار عن قوم عاد، لكن لا لم يكن هناك أي تفصيل عن هذا الأمر. فأول ذكر حقيقي يضع يد البشرية على أمة غابرة انتهت وانقضت هي ذكر عاد في القرآن الكريم. وربنا سبحانه وتعالى وصف مكانهم وقال إنه سماه الأحقاف، والأحقاف هي الأماكن الكثيرة الكثبان الرملية أو فيها الرمال يعني. وطبعا بين كيف هلكوا، بأنهم بريح صرصر عاتية، وفظلت مسخرة عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. والاكتشاف الحديث اللي أنا تكلمت عنه المرة الماضية اللي هو سنة 1990 اكتشفوا أن فعلا أن هذه القرية بالكامل اندثرت تحت عواصف من الرمال وطبقات من الرمال العالية، ووجدوها في الجزء الجنوب الغربي في الجزيرة عند يعني ملتقى اليمن مع عمان مع الجزء الجنوب الغربي للجزيرة العربية. ثمود تشترك مع عاد في النبوءة هذه، أن ثمود أيضا لم تذكر في أي كتاب سماوي سابق، ولم يتناولها علماء التاريخ نهائيا مثل عاد بالضبط. المسافة الأرض أن العاد كانت في الجزء الجنوب الغربي الشرقي، قصدي أنا آسف الشرقي للمملكة، وثمود كانت في الجزء الشمالي الغربي، يعني وتر تمام جزء الشمالي الغربي. وزي ما انت قلت بالأمس هي منطقة العلا فعلا هي الأصح لقوم ثمود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليها عرفهم أن دي ديار إيه؟ ديار ثمود، وهو في غزوة تبوك. وواضح أن كان فيه تشابه بين القومين في نوعية الحضارة، فالقرآن ذكر عن ثمود البيوت المنحوتة في الجبال، ويعني وتكلم عن القصور اللي اتخذوها في السهول، وتكلم عن الحدائق والأعناب والعيون، فواضح إن هما والقوة التمكين، لأنه قالوا أبوأكم في الأرض يعني مكنكم، كلمة التبوؤ يعني التمكن يعني ممكنين، وكلمة تبوؤ ممكنين يعني إيه؟ يعني لا يستطيع عدو أن يهزمهم أو أن يجليهم عن أماكنه. كلمة تبوؤ المؤمنين مقاعد لله، تبوؤ يعني تثبت كل واحد في مكان، تدي له مكان ثابت. فلو بوأكم في الأرض يعني ثبتكم، ما يستطيع عدو أن ينتصر عليكم ولا أن يجليكم عن أرضكم، ولا يطمع في جنانكم ولا في قصوركم ولا في بيوتكم. يعني مش غنى وبس، في غنى وضعف، انت عارفين الان هو في غنى لكن في ضعف، عايزين اللي يحميهم،
وربنا لما اتكلم عن القوم اللي بين السدين كان معهم مال، بدليل انهم قالوا لذي القرنين هل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا، يعني بس هم اتفه واضعف مع ان معهم المال وعايزين ذو القرنين يحميهم. لكن واضح ان ثمود كانت مجتمع لهم كل شيء، حضارة في المباني، حضارة في الزراعة، حضارة في الايه، في القوة العسكرية، يعني اجتمع لهم كل شيء. وهنا الـ 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 القرآن وصف شكل الحضارة المكتملة، لأن ممكن تبقى عندك زراعة وتنتج زراعة ولكن مثلا ما فيش عندك حضارة عمارة ولا وعايشين في عشش وكهوف ومش مستفيد، يعني بل بالعكس بينتج الأرض ويجي التجار ويأخذ، لكن دول واضح إن الحضارة كانت مكتملة، يعني عندهم كل شيء، زراعة وأرض وجنان وعيون وقصور وبيوت منحوتة في الجبال. لما تدخل تحط قوم ثمود على جوجل وكده تشوف البيوت، تلقى كتلة البيت زي صخرة كاملة كده، ومعمول الباب منحوت فيه شكله كأنه مدخل قصر يعني، بس منحوت نحت. وبعدين تدخل جوه بقى تلقى متقسم من جوه ما بين ما بيوت وغرف وكلام من ده، حاجة في منتهى العجب يعني. واضح انهم كانوا وصلوا الى مرحلة من القوة عجيبة جدا جدا جدا، تمام. فدي واضح ان ده، بس دول كانوا في ارض الحجاز، ودول بقى يسموا في ارض ايه بالتقسيم المعروف الان، نجد، لان نجد هي المنطقة الايه الشرقية، والحجاز هي المنطقة الايه الغربية من الجزيرة العربية. فهم كانوا شمال الحجاز في اقرب يعني في اتجاه طريق الشام وطريق الشام يعني بشكل عام، ودولة التانيين كانوا في نجد في الجنوب الغربي منها، في الجنوب الغربي من نجد. فيعني حضارتين شبه متماثلتين، ايضا النسب واحد، النسب بين عاد وثمود نسب واحد، لان الاثنين ينتهوا الى ارم، الاثنين ينتهوا الى ايه، الى ارم. لكن عاد أسبق، فقيل إن عاد ابن إرم على طول مباشرة يعني، وقبلته يعني بينها وبين إرم هي الجيل الأول منه. لكن على ثلاثة أقوال يعني إن ثمود يبقى ابن عاد أو من خلفة عاد، أو لا مش عاد لكن كأخ عاد اسمه عامر أو عاثر، واحد من الاثنين يعني عامر أو عاثر. لكن على كل حال ثمود أبعد جيل أو اثنين من إرم عن عاد، يعني بعد عاد بجيل أو اثنين، تمام. لكن الاثنين ينتهوا إلى إيه؟ إلى إرم، اللي هو ابن، ينتمي إلى سام اللي هو ابن نوح، ولذلك سميت هذه القبائل بالقبائل السامية، قبائل الايه السامية، ولغتهم اللغة الايه السامية اللي هي اللغة العربية، تمام. لكن كأي أمة بتمكن تبقى قوية بتغتر، فكانوا طبعا يعبدوا غير الله، فأرسل الله لهم نبيهم من صالح، نبيهم صالح. واضح من اسم النبي صالح، واضح انه عربي يعني، العين الشمس مش محتاج ولا محتاج، مش محتاج، اسمه صالح، تمام. وطبعا كان نبي عاد كان اسمه ايه؟ هود. هود لغة عربية فصحى، المقصود بها اللي هو الانسان اللي بيؤوب ويتوب ويعود الى الله سبحانه وتعالى، زي ما قال سيدنا موسى هدنا اليك، تمام. فصالح كان يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، فقيل يعني قيل، لكن طبعا القرآن لم يذكر أنهم آمنوا به في الأول ثم ارتدوا، لكن القرآن لم يذكر أنهم آمنوا به في الأول ثم ارتدوا. واضح أنهم كانوا متكبرين أساسا، وبدأوا ينكفوا في نوح، وتسعة منهم اللي هم القرآن ذكرهم تسعة رهط في المدينة اتفقوا مع بعض انهم يعني يقتلوا ويتخلصوا من صالح ومن اهله، ويروحوا بقى الاهل اصحاب الدية يقولوا والله ما علمنا يعني مقتل اهله، فالموضوع يعني ينتهي على هذا الحد يعني، نفس الفكرة.
فكرة قديمة حديثة ما بتتغير. الناس بتفكر انه ما يقتل صاحب الفكرة تقتل الفكرة ونبقى نتصرف بقى في دمه ولا كده. بنفس الكلام عملوه مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لما اجتمعوا فكروا بقتله وبعدين نبقى ندفع ديته وخلاص. يعني تفكير الساذج. وسبحان الله ان في كل مرة من مرات التاريخ الكبيرة تفشل هذه الحكاية ويموت صاحب الفكرة اوقات وفكرته ما تموتش، ومع ذلك الناس برضو بتدخل بتفكر فكر نفس التفكير. ربنا سبحانه وتعالى يقول اتواصوا به، يعني دي لغة استنكار. يعني ايه شو ما كانوا بيتكلموا في ودن بعض، يعني ازاي كل واحد يأتي يفكر نفس الايه نفس تفكير اللي مهم. يعني تفكير شيطاني كل واحد، تفكير شيطاني كل واحد. طبعا ربنا نجى منهم صالح ومكر بهم وكان مكرهم عليهم، ثم أرسل الله لهم الآية اللي هي ليه الناقة، وحدد لهم صالح إن لها شرب يوم معلوم لكم شرب، وحذرهم قال لا تمسوها بسوء. فكانت النتيجة إن تطاولوا واعتدوا وعقروا الناقة، فلما عقروا الناقة أخذتهم ليه أخذتهم الصيحة أخذتهم ليه أخذتهم الصيحة، فأصبحوا في ديارهم جاثمين. بس بما أنها صيحة، يعني الصيحة هتاخد مين؟ الإنسانية، الإنسان فقط. ولذلك ظلت مساكنهم حتى اليوم ظاهرة معروفة، ممكن تشوفها عادي جدا وتروح وظهر على وش الأرض. إنما مشكلة عاد إيه؟ أنهم أخذوا بمساكنهم بكل شيء. أخذوا بمساكنهم إيه؟ بكل شيء، زي اللي حصل مع لوط، ما قوم لوط ربنا بيقول فجعلنا إيه؟ عاليها سافلها، يعني مش الإنسان بس، لا هي نفسها فعجها. وبرضه في قارون ربنا سبحانه وتعالى قال حاجة برضه، لأنه قيل يعني إن قيل إن بعض بني إسرائيل قالوا موسى هيدعو رب إنه يهلك قارون لأنه هو الوريث الوحيد بتاع مين؟ قارون، فهو اللي هتقول إليه أموال قارون بعد موت قارون. فربنا بيقول فخسفنا به وبداره الأرض، يعني كل كنوزه راحت وياه، اتخسف بها، يعني ما أحد أخذ منها شيء ولا بقي منها شيء. لكن بالنسبة لثمود ظلت إيه؟ بيوتهم ومساكنهم، والصيحة أخذت إيه؟ أخذتها. هنا سؤال جميل جدا، طيب لو ما عقروش الناقة وما أمنوش كان إيه اللي هيحصل؟ طبعا لأن العلامة بتاعتهم إيه؟ إن هما لا يعقروا الناقة. ما خلاص انت عايز تؤمن تؤمن، ما تؤمنش ما تؤمنش، فمن شاء فليؤمن ومن شاء ايه فليكفر. لكن لما اعتدوا وظلموا تعدوا، اولا تعدوا بالمؤامرة ضد صالح لقتله، وتعدوا على الناقة. واللي يتعدى لمثل صالح لقتله، يعني صالح الممنوع منهم، هم عارفين ان هو ممنوع منهم، ومع ذلك يبيتوا لقتله وقتل اهله ويعقر الناقة، ما ظنكم في من دون صالح؟ يعني من اللي ما كان من صالح، من يؤمن مع صالح بيعملوا فيه ايه؟ هذا هو السبب في العذاب، هذا هو السبب في العذاب. لكن لو تركوا كل واحد في حاله وما عقروش الناقة، ما كان جنهم العذاب حتى على كفرهم، حتى على ايه؟ على كفرهم. ربنا لما ذكر لنا في القرآن الكريم لم يذكر لنا انه اخذ القرى وهي كافرة، انما قال ايه؟ وهي ايه؟ ظالمة. دي مهمة، فرق كبير جدا بالاثنين. ان ربنا يأخذ القرى الظالمة مش الكافرة. كافرة من الظالمة هم حرين يؤمن، فمن شاء فليؤمن ومن شاء ايه فليكفر. لكن حسابه يبقى في الآخرة. لكن متى يأخذه في الدنيا؟ إذا تعدى وظلم. إذا تعدى وايه؟ إذا تعدى وظلم. فديني فهمها كويس. لكن أنا أوردت الحضارتين دول ليه؟ لأن كانت حضارات كبيرة جدا، وواضح إنها كانت الحضارة الأولى في العالم. يعني لما ربنا يقول وبوأكم في الأرض، يعني ما في أحد يستطيع أن ينتصر عليكم، ما في أحد يفكر أن يقترب منكم من شدتكم ومن بأسكم ومن قوتكم ومن غناكم. يعني كان ممكنين تمكين ما بعد تمكين، وكان لهم حضارة. وانت تتصور يعني تشييد القصور وتنظيم الجنان
والبيوت المنحوتة دي، هذه علم بسيط؟ هل ده علم بسيط؟ يعني ليس علم بسيط. يعني أنا مش متخيل الآلات اللي كانوا بيستخدموها في تجويف الحجارة دي عشان يعملوا منها بيوت. يعني ده النهاردة مع الآلات الموجودة لو وجدت صخرة ولا حاجة هاي بتخرب بيوت اللي بيبنوا، مش كده يا عم عصام؟ ولا تخرب بيته يعني، واضح؟ بس أنا مش عارف الكونستراكشن يعني، فتخرب بيته لأن يعني مش سهلة، عايزة معدات وعايز شوب تاخد كل، عايز أرض رخم. فإذا واضح إنها كانت حضارات عالية جدا وقوية جدا، وإن هذه الأمة كانت ضاربة بجذورها في أصالة الحضارات. نعم كفروا، ظلموا، اعتدوا، فعلوا أشياء كثيرة، لكن دي لا ينفي إيه؟ لا ينفي الحضارة، لا ينفي إيه؟ الحضارة. دول اللي بنسموهم العرب إيه بقى؟ اللي هي عاد وثمود، بنسموهم العرب إيه؟ البائدة، أو ممكن تسميها العاربة القديمة يعني، بس هم قالوها البائدة على إنها اللي انقرض يعني، أهلكت وانقرضت وكده يعني. فدي العرب البائدة. فمعناها أنت لما نيجي نتكلم العرب مش معناها مع بداية الإسلام، لا، ده بعيدة أوي أوي أوي، قبل الفراعنة وقبل موسى وقبل كل الناس دي كلها كان في حضارة مشيدة كبيرة جدا للعرب، ولعلها كانت الحضارة الوحيدة اللي موجودة على الأرض أيامها كمان، يعني أقدم الحضارات وأعرقها. لكن طبعا الحضارة أيضا اللي اتكلم عنها القرآن بنوع من التفخيم والتعظيم حضارة إيه؟ سبأ. حضارة سبأ، بس حضارة سبأ هي اللي يعني يصدق عليها القول في يعني اللي قالوا ان ثمود آمنت ثم كفرت. سبأ آمنت، وبعد كده القرآن اتكلم عن إيمانها وعن ايه؟ عن كفرها. تمام؟ آمنت مع مين؟ مع سليمان. لكن بعد سليمان واضح بفترة انهم ايه؟ كفروا، وربنا قال فبدلنا جنتيهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا. ده بعد سليمان بإيه؟ بعد سليمان بفترة طويلة. الحضارة دي مهمة جدا لأنها لسه يعني تعتبر أقرب من دول بكتير، لكن برضو قبل الإسلام، لأنها في عهد سيدنا سليمان. ايه هي الحضاره دي وخاصه انها ذكرت في القران الكريم. نقطه اخيره في موضوع ثمود، ان في تفصيل في ثمود في القران الكريم اكثر من التفصيل في عاد. تفصيل في ثمود اكثر من التفصيل، فواضح ان ثمود كانت يعني الحضاره بتاعتها ممكن تكون يعني اكثر تطورا. والنقطه الثانيه ممكن يكون عندهم بعض من المعارف اللي جعلت ان الحجه تقام عليهم اكثر من عهد، والاخذ يكون يعني لا يمهلهم ولا يفتهم. فده واضح ان ذلك الايات اللي ذكرت في ثمود يعني عاد وثمود ارتبطوا ببعض في القران الكريم كتير، في الذكر يذكر عاد يذكر ثمود، ولكن ايات ثمود اكثر شويه. حتى ممكن ده يبقى واضح في سوره القمر، هتلاقي ثمود ذكرت ايتين وعادي عاد أيتان وثمود. إذن يعني الذكر لها أكثر من هذا الأمر، واضح؟ فإن شاء الله المرة القادمة نتكلم عن حضارة سبأ. حضارة سبأ أيضا القرآن فصل فيها في قصة سليمان، لأن بين إن هتلاقوا القاسم المشترك بين الثلاث حضارات، إن فيه حضارة مدنية وعسكرية، لكن هتلاقوا عند ملكة سبأ النوع من المؤسساتية، يعني قاعد البشرية تتطور، يعني قاعد البشرية تتطور. واللي ممكن يلمح موضوع التطور ده احتمال تصدق انه البشر الاولانيين اللي هم قبل التكليف
لم يحسبوا إنسان، وأنه ممكن يكون كان في بشر لم يصلوا إلى الرشد اللي يسموا إنسان، وأن يكون أول إنسان هو آدم، لكن مش أول البشر. احتمال يعني، ممكن النظرية دي تكون لها بعض المجال، لا أثبتها ولا منكرها يعني، لكن ما احتمال وارد إنه ما كان في، لأن في الأرض مليارات السنين الآن، وأن يعني لما نتكلم عن نوح وعن عاد وعن ثمود السنين، يعني لما يبقى آدم 20,000 15,000 سنة أو 20,000 سنة دي ولا حاجة، لأن له بعض الهياكل العظمية ممكن تكون لملايين السنين مش 20,000 سنة. ما أظنش إن آدم بينه وبينه ملايين السنين. لكن طبعا موضوع طبعا اتكلم فيه طبعا صابور شهيد، وعمل فيه كتاب وكان بيستدل في البدايات القرآنية، واتكلم فيه ناس كتير واتكلموا فيه في نوعية أنا ناسي الأسماء يعني، هما لهم أسماء خالص جلال يندر أو خالص جلال، لا 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 مش أقصدش الكتاب، أقصد البشر نفسه. يندر تول، أيوة يندر تول، تروبلادايت، ومزيرين، أيوة الأنواع ديت أنا مش قادر أرددها يا محمد، لأن محتاج الواحد يقراها عشان يعرف يرددها، لكن الأنواع ديت في أنواع واضح إنها ما كانتش مكلفة خالص، يعني واضح إن ما عندهمش العقل، ما فيش تكليف خالص يعني، فواضح إن البشرية مرت بأخطار كبيرة في موضوع العقل. ممكن يكون الإنسان بقى المكلف العاقل اللي اتعلم الأسماء كده اللي هو آدم، ما يكونش هو النوعيات البشرية اللي كانت قبل. لكن عبد الظهور شهير حاول يوجد من الألفاظ القرآنية، الحقيقة دي ميزته يعني، هو أن يشكر سواء الواحد يوافق أو لا يوافق، واضح إن هو راجل عبقري. وانه طبعا معروف الدكتور عبد الصبور شهيد استاذ لغوي من اعلى انواع طراز، استاذ لغه يعني، فقدر يفرق في القران الكريم بين كلمه بشر وكلمه ادم وكلمه انسان وكذا، ومتى وردت كلمه بشر ومتى وردت كلمه انسان. وكتاب رائع اللي يحب يقراه بس يكون مخه راكز. اسمه ابي ادم. لا أقول سؤال بس قريب من هذا القصة، ما تدلش على أنه بشر أنه تقبل من أحد ولم يتفق المفسرون أنهم من أي آدم المبشرين، بل من المفسرين من قالوا أن هم من بني إسرائيل، بدليل أن القرآن بعدها على طول قال ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أبدا، يعني من آدم لبني إسرائيل ما كتبش حاجة بسبب القصة دي، وبعدين يجي بني إسرائيل وكتب بسبب القصة دي، فقالوا ان باحتمال تكونوا هما الاثنين من ايه؟ اثنين من واعطاء بقى الاسماء ديت تكون اجتهادات اسرائيليه، يعني النبي ما قالش ان اولاد ادم قابيل وهابيل، ما قالش، مفيش حديث بيقول كده، انما هو كلها من الروايات الاسرائيليه، لكن التعقيب القراني ومن اجل ذلك خلى كثير من المفسرين يقولوا ديت قصه حصلت في بني اسرائيل، فلما حصلت ربنا كتب على بني اسرائيل، لان القران الكريم لما بيولد حاجه على بني اسرائيل يكتبها عليهم او يزود عليهم او ينزل عليهم قانون بيكون بشيء هم ايه هم فعلوه، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم من اجل ذلك كتبنا عليهم، يعني بهذا الشكل.